السلام عليكم. اليوم راح أفرجيكم طريقة عمل البسكوتي بالجوز والزبيب. راح نحتاج للمقادير التالية: 300 جرام طحين، 200 جرام سكر، معلقتين كبار عسل، 130 جرام زبيب، 100 جرام جوز، بيضتين، 85 جرام زبدة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصودا، رشة ملح، نص معلقة صغيرة قرفة، رشة كبش قرنفل مطحون، معلقة صغيرة فانيلا، معلقة صغيرة برش الليمون. هلأ الطريقة: راح نجيب الجوز ونفرده في صينية ونحمصه بفرن درجة حرارته 180 درجة، بس تحميصة خفيفة لبين ما انها ريحته تصير أقوى لما يصيروا بهذا الشكل. وهلأ رح نتركهم لحتى انهم يبردوا 100%. بعد ما يبرد عنا الجوز رح نحطه في مكنة الفرن، وراح نضيف له الزبيب وراح نفرمهم مع بعض لحد ما يصيروا مفرومين فرن بالشكل هذا. وهلأ منحطهم على جنب. هلأ رح نجيب الزبدة اللي لازم تكون بحرارة الغرفة وطرية، ورح نضيف لها السكر والعسل، ونخفق كل إشي مع بعض باستعمال المضرب الإلكتروني لبين ما كل الزبدة والسكر يتجانسوا مع بعض. بعدين رح نبدأ بإضافة البيض، منضيف بس بيضة واحدة ومنخفق. بعدين نضيف البيضة الثانية وبرضه ما احنا شايفين صار هلأ لون الخليط عندنا فاتح بهذا الشكل. راح نضيف هلأ المطيبات اللي هي الفانيلا وبرش الليمون، ونخفقهم برضه مع بقية الخليط ونحطه على جنب. هلأ راح نجيب المكونات الجافة. راح نجيب الطحين ونضيف عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر وبيكربونات الصودا والبهارات اللي هي القرفة وكبش القرنفل والملح طبعا. هلا رح نخلط المكونات الجافة مع بعض منيح قبل ما احنا نضيفهم فوق الخليط تاع الزبدة والبيض والسكر. وبنخلطهم مع بعض باستعمال المعلقة البلاستيك لحد ما انهم يتجانسوا. اول ما يتجانسوا بالشكل هذا راح نضيف عليهم هلا خليط الجوز والزبيب المفرومين. ونخلط كل اشي مع بعضه لبين ما انه يصير عندي العجينة متجانسة. زي ما احنا شايفين هي العجينة شوية رح تكون قاسية. هلأ رح اغطيها بورق بلاستيك واحطها بالتلاجة لمدة ما بين نص ساعة لخمسة واربعين دقيقة قبل ما اني انا اشتغل فيها. هلأ بعد ما طلتها من التلاجة احطتها على سطح مرشوش عليه شوية طحين، وراح ابدأ اشكلها على شكل جذع بالشكل هذا. بلملمها بحاول على قد مع بعض، بعملها على شكل مستطيل. وبحطها على صينية، يا إما عليها مرشوش زيت أو ممكن أحطها على صينية فيها ورق زبدة أو ورق الخبز برضو. وبهذا الشكل صار عندي. هلأ راح أدهنها سطحها بشوية حليب، سو حليب بارد بس، وبفرشاية الدهن تاعت العجين عم بدهن سطحها.
وبعدين راح أرش عليها شوية سكر. طبعا إذا عندكم السكر الحبيبات بتكون أكبر بيكون أحسن، لكن السكر العادي برضو بينفع. وهلأ راح أدخلها على فرن درجة حرارته 180 لمدة ثلث ساعة أو لحد ما إنها تحمر من فوق ومن تحت بالشكل اللي إحنا شايفينه. وهلأ راح أتركها تبرد تقريبا 40 دقيقة قبل ما إني أشتغل فيها. هلأ بعد مرور 40 دقيقة راح أجيبها وأبلش أقطعها بالشكل طولي لأصابع طويلة. طبعا بيعتمد إذا أنتوا حابين تتركوها بهذا الطول أو حابين إنكم أنتوا تقصوها بالنص. طبعا إحنا راح نقصها لأنه هلأ راح نرجع نخبزها كمان مرة. زي ما انتم شايفين انا قصيتهم لنصاص، وهي الصينيه راح احطها كمان مره ارجع بالفرن لحد ما انها تحمر من فوق من تحت بالشكل اللي انتم شايفينه. وهلا بتركها تبرد 100%، وهيك بتكون البسكوتي جاهزه. طبعا هو كتير زاكي، طعمه بشبه القرشله، او التكستشر تاعه بشبه القرشله، وهو زاكي كتير مع الشاي مع القهوه. بتمنى انكم تجربوا الوصفه وانها تعجبكم، وزي دائما ما تنسوا انكم تشتركوا بقناتي وتتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى الموقع الالكتروني. مع السلامه.